بسياق حديثك قلت أنه لو كان هناك شعب حي لدخل إلى منازل هؤلاء الذين نعم. يتحكمون بصحة الناس، طيب برأيك لماذا اليوم الشعب يعني مثل كأنه مخدر إلى هذه الدرجة ولا يتحرك حتى عندما تتعلق الأمور بصحته وصحة عائلته؟ لأنه طبيعة النظام لا تسمح بقيام ثورة حقيقية. أي نظام؟ هذا النظام المركب بالبلد، النظام الطائفي والمذهبي والمناطقي، يلي مثلا بيطرح لك اليوم تقسيم بلدية بيروت بدل ما يفكرنا شو الحلول لمشاكل المياه في بيروت، بيفكرنا كيف بدنا نقسم بلدية بيروت. هذا النظام يلي بيعمل هلأ حملة، ومن هذا السؤال رح نفوت على الموضوع اللي طرحتيه أنت كأول سؤال بالحلقة. بدي قبل ما أرجع على موضوع المطران الحج كمان بدي نكمل بهذا، كملي على بلدية بيروت. هذا النظام بلدية بيروت طرح تقسيم اليوم، يعني للأسف أنه بعدنا نحن عم نفكر تقسيم المقصة، تقسيم بلدية بيروت برأيك المجزة. عم بيرجعنا يعني عم بيفتح علينا بواب موضوع أنه نروح صوب الفيدرالية من مكان ما وبمكان ما يرجعنا لبيروت الشرقية وبيروت الغربية، عم يرجعنا لإنتاج نفس المشهد اللي كان قائم بال75 بس بصورة مختلفة. بال75 برشاش محمول باليد، هلأ بجرافات ونواب عم تحكي دون أن تفهم خطورة طرح مثل هذا المشروع. بيحطك بمحل بتسألي أنه قديش هيدي الناس متفضاي، أنه بالوقت اللي بيقول أيضا الوزير العظيم وزير الاقتصاد أنه ربطة الخبز إذا رفعنا الدعم بتصير 30,000، على أساس مش عارف أنه في ناس بتشتغل ب30,000 اليوم، مش عارف أنه في ناس مش قادرة تحصل أساسا 30,000. فبدل ما نلتهي نحن بإيجاد حلول لمثل هذه الكوارث ولوقوف الناس طوابير أمام الأفران والانقطاع الدواء، عم نفكر كيف بدنا نقسم بلدية بيروت. وللأسف طبيعة هذا النظام تخلق جمهور مؤيد لهذا الخطاب. طيب بدي بما انه حكينا عن عرسال، خليني قبل ما انتقل للمواضيع الاساسيه اللي بدنا نحكي فيها خلال هذه الحلقه، ولكن تحدثت انه ليتم انشاء مستشفى ليس فقط لاهالي عرسال، ايضا للنازحين. عرسال فيها عدد كبير من مخيمات من النازحين السوريين. بدي احكي موضوع النازحين، معلي لو سمحت. بس هوني قبل، مش القصد للنازحين انه لازم نقول لهم عودوا إلى بلادكم، بس إذا لطالما أنتم كل اهتمامكم بعرسال مرتبط بالنازحين، يا خيي قبلني نعملوا مستشفى للنازحين وبمحل ما نحن نستفيد من هذه المستشفى.